مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، وفي هذه الجولة الصباحية هنا بشوارع المدينة في هذا الصباح وهذه الأجواء المشمسة، من أجل اكتشاف يعني الجو الصباحي هنا بربوع الشوارع وأزقة المدينة كيف تبدو في هذا الصباح، ونحن على بعد 10 أيام فقط على انتهاء التمديد ديال حالة الطوارئ. كما كتشوفوا الناس ربما باقي ملتزمين رغم أن يعني لم يتبقى سوى 10 أيام فقط تنتهي فترة التمديد التي أعلنتها وزارة الداخلية ديال حالة الطوارئ. من خلال هذه الجولة الصباحية غادي نحاولوا أننا إخواني الكرام نشوفوا مختلف الشوارع، مختلف الأزقة، نشوفوا الناس يعني واش خارجين أو لا، ونشوفوا أيضا كيف تبدو مدينة أكادير في هذا الصباح. فكما كتشوفوا إخواني الكرام، فمن خلال هذه الجولة هنا ربما يعني الناس باقي كيلتزموا رغم أن بداية الأسبوع الناس كتمشي للعمل، إلا أن الالتزام هو السائد في هذه المنطقة يعني وفي هذا الصباح. فأنتم أيضا يعني كيف هي الأجواء في المنطقة ديالكم إخواني الكرام؟ واش الناس يعني كتلتزم أو لا بحالة الطوارئ؟ واش الناس كتخرج أو لا؟ فصباح الخير ضحى، صباح الخير جوهان من الجزائر، تحية صباحية لك أخي الكريم، شكرا لك. أنتم إخواني يعني كما كتشوفوا لا شيء هنا سوى السكون والهدوء، يعني الشوارع خالية تماما، رغم أن هذه المنطقة فهي من بين المناطق الشعبية من مدينة أكادير اللي هي الوفاق الكبير. تحية صباحية لكل المتتبعين الأوفياء أينما كانوا، ونوجه لهم التحية سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن إخواني الكرام. فمرحبا بتعليقاتكم، مرحبا أيضا بالآراء ديالكم بخصوص يعني الأجواء في المدن ديالكم وفي المناطق اللي أنتم فيها إخواني الكرام. فأنتم كما كتشوفوا ربما الأجواء الصباحية عادية جدا هنا، لا أحد، ولكن كتشوف دائما يعني الأمور جد عادية، الشوارع خالية، الناس محتارمين، يعني محتارمين الحجر الصحي، محتارمين حالة الطوارئ. يعني حتى شي واحد ما خارج نهائيا. كريم المدن كيقول عمر درت الحجر الصحي، شكرا لك غاني. لا يا خويا، راه الناس ولله الحمد يعني دائما داخلين المنازل ديالهم، داخلين في الحجر الصحي كما كتشوفوا، فمختلف الجولات اللي كنقوموا بها دائما في مختلف المناطق، الناس يعني كتلتزم واحد الالتزام تام ما شاء الله. انتم كما كتشوفوا يعني الشوارع خالية تماما، مكاينش الناس بزاف ما عدا الناس اللي خارجين باش انهم يمشيوا للعمل ديالهم او خارجين من اجل التبضع وشراء المستلزمات اليومية ديالهم اخواني الكرام. فتحية لكل الملتزمين، تحية لجميع الناس اللي كتلتزم داخل المنازل ديالها اينما كانت. انتم
كاينش نهائيا. اسماعيل بالحاج اخويا، بالنسبه للحالات اليوم مازال ما تم الاعلان عليها، طلع 10 عاد كيتم الاعلان على الحصيله الوبائيه. ان شاء الله رايت ما يتم الاعلان عليها سوف نوافقكم بطبيعه الحال بالارقام وبالحصيله ان شاء الله اخي الكريم. ثم اخواني، فهذه منطقة بن سرقة واللي هي من بين المناطق الشعبية المعروفة بمدينة اكادير، يعني حتى هي الناس ولله الحمد يعني ملتزم، ما كاينش تلك الحركية والرواج الدائم في الايام العادية. صراحة دائما كنقولوها وكنأكدوا بان الساكنة ديال مدينة أكادير أبانت على واحد الالتزام تام خلال هذه الفترة. إخواني الكرام، غادي ندخلو الان الحي بن سرقة اخواني الكرام باش نشوفو ايضا الناس واش ملتزمين في هذا الحي الشعبي او لا، واش الناس بدات كتخرج او لا. يعني اليوم هو بداية الاسبوع، الناس غادا الخدمة ديالها، الا ان اللي كيبان لنا من خلال هذا البث المباشر من خلال هذا اللايف ان الناس يعني محتارمة. حالة الطوارئ في مجموعة من المناطق اللي شتو اخواني الكرام، فايضا غادي نحاولوا اننا نشوفوا ايضا هنا بن سرقة ايضا واش الناس ملتزمين او لا. وبطبيعه الحال بغيناكم انكم تشاركوا معنا ايضا الاجواء في المدن ديالكم، تقولنا كيفاش داير الاجواء بعد يعني مقاطع 10 ايام وينتهي الحجر الصحي. الناس يعني واش كتحترم، واش بدات كتخرج او لا، او شيء من هذا القبيل بطبيعه الحال اخواني الكرام. ف تحية لكل المتتبعين الأوفياء أينما كانوا. طبيعة الحال كنحيو كل واحد بالاسم ديالو، وكنقول لكم شكرا على التعليقات ديالكم، شكرا أيضا على التفاعل ديالكم الدائم معنا من خلال المباشر. انتما هذا حي بن سرقة، وبطبيعة الحال الناس يعني الناس ملتزمين فيه واحد الالتزام تام.
انتما اخواني الكرام، فايضا الاحياء الشعبيه التيره ملتزمه. الناس اللي كانوا كيقول لي البارح والايام اللي فات سير لبنسرقه وسير شوف الناس باش ملتزمين، انتما كما كتشوفوا فبنسرقه ايضا الناس ديالو ملتزمين التزام تام. انتما الازقاء يعني بين المناطق الاكثر شعبويه، انا في المنطقه اللي هي درب البنان كما كتشوفوا، فكل الازقاء الناس يعني ما خرجوش نهائيا اخواني الكرام. فهذا الشيء يدل شيء فانما يدل على ان سكان مدينه اكادير بربوع الاحياء ديالها والمناطق ديالها مازال ما كيخرجوش نهائيا، كيحترموا حاله الطوارئ، كيحترموا الحجر الصحي وعارفين اللي عليهم. ونتمنى ان جميع الناس تلتزم اكثر في هذا الظرف اللي بقات. ثم يعني من اشهر الاحياء الشعبيه الناس ديالو تبارك الله يعني ملتزمين التزام تام، الازقه خاليه ولله الحمد. يعني هذا الشيء صراحه دائما كيبان من خلال الجولات ديالنا في مدينه اكادير، بان جل المناطق ديالها اللهم بعض المناطق الاستثنائيه اللي الناس يعني ملتزمين التزام تام. فقط يعني من خلال هذا اللايف المباشر بغينا اننا نوريكم الأجواء في هذه المناطق. تحية لكم وشكرا على المتابعة، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء إخواني الكرام.